المزمور 39 لإمام المغنيين ليادوثون، مزمور لداود. قلت أتحفظ في طريقي من الخطأ بلساني، سأكتم فمي عن الكلام ما دام الشرير أمامي. صمت صمتا توقفت عن الخير فتحرك وجعي، حمى قلبي في داخلي وفي تأملي اشتعلت في النار. فأطلقت لساني بالكلام قائلا: عرفني يا يهوى نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل. هوذا جعلت أيامي قصيرة وعمري كلا شيء قدامك، إنما كنفخة حياة كل إنسان سلاح، إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما باطلا يسعى الناس، يزخر الإنسان زخائرا ولا يدري من يرثها بعده. والآن ماذا انتظرت يا سيدي؟ رجائي فيك، من كل معاصية نجني، لا تجعلني عارا عند الجاهل. صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت، ارفع عني ضربك، من مهاجمة يدك قد فنيت. إن أدبت الإنسان بتأديبات من أجل إثمه لأفنيت شهوته مثل العث، إنما كل إنسان نفخة سلاح. استمع صلاتي يا يهوى واصغي إلى صراخي، لا تسكت عن دموعي لأني أنا غريب عندك، نزيل مثل جميع آبائي. حول غضبك عني فأنتعش قبل أن أموت ويختفي أثري.